الكرة في الرمية الجانبية. كرة في الرمية الجانبية، وهذه كرة خطيرة، ممكن التسديدة، التسديدة والكرة خارج الميدان. أول الفرص الخطيرة، التسديدة من عبد الروف الشوشان، يسدد على مرمى الحارس حمزة البرجي. التمريرة والتسديدة والكرة كما جاءت من عبد الروف الشوشان وفوق المرمى وفوق أيدي الحارس حمزة البرجي. فرصة خطيرة وكرة خطيرة في الشوط الأول بقدم عبد الروف الشوشان. ترجع الكرة، يمشي عبد الروف الشوشان، مازال عبد الروف يحاول، يحول الكرة لأيوب، التسديدة، ولكن الكرة هذه كرة أيوب، يسدد أيوب في المرة الأولى، الكرة مرت من بين أيدي البرجي، المرة الثانية يصلح حمزة البرجي خط المرة الأولى، وكرة هدف أول ضاعت على مسلم القريب من مرمى الحارس معاذ المنصوري. فراس جمعة وعبد المنعم عكاشة على تنفيذ هذا الخطأ على مرمى الحارس المنصوري. الكرة من عكاشة لكن العارضة تنوب عن الحارس. شوشان عبد الروف لبن حامد، معتز لعبد الروف، طالت الكرة يخسرها، ترجع وسط الميدان عن طريق من هناك، فراس محمد القاضي او محمد ترجع لعكاشة كابتن الفريق. فراس جمعة، ينطلق فراس، يمسي فراس، فراس يراوغ، يزيد في السرعة، يحولها لعكاشة، طالت على عكاشة. الشوط الاول المستوى متقارب لكلا الفريقين. أرجع الكرة عن طريق من هناك، معتز بن حامد، ينطلق معتز، يمشي بن حامد، يحول الكرة أقرب لمونجا صاحب التسديدة. مونجا يرجع لمن من هناك على أو من هناك، الهجمة الخطيرة والمراوغة الرائعة بالكرة في اللقطة الماضية، ولكن تستخلص أقرب من هناك عن طريق من؟ عن طريق العموري باتجاه حبيب مادومبا، لكن القجدار أو باتجاه أحمد زكي، لكن القجدار. الكاميروني كريست مابوندي لعب تحت قيادة رضا عطية في الموسم الماضي، واليوم يلعب تحت قيادة المدرب رضوان الديب. كرة وسط الميدان عن طريق من؟ هل هي أول لمسة أو الكرة؟ أول لمسة أو الكرة؟ أول لمسة والتسديدة، التسديدة والكرة، لكن الراية حرمت مابوندي، لكن الراية حرمت كريس مابوندي. تعادل سلبي، مازال يسيطر شوط أول، رأينا فيه الفرص الكثير الأكثر بكثير من الشوط الثاني، أكثر من فرصة وأكثر من كرة وأكثر من هجمة خطيرة كانت كلها في الشوط الأول. الشوط الثاني لم نرى تلك الفرص الخطيرة، ولم نرى تلك الهجمات، ولم نرى اختبارات حقيقية. أم للمحل أولا، كرة الركلة الركنية على التنفيذ، معتز بن حامد، والكرة في الشباك الخارجية يا معتز بن حامد، كورتك خارج أرضية الميدان. أرجع الكرة لي معتصم بشناف، خطيرة الكرة، ولكن خطيرة كرة مونكا، ولكن أقرب الدفاع في اللقطة الماضية، يطالب بركلة جزاء مونكا، لكن يامر حكم اللقاء باستمرار اللعب. ترجع وسط الميدان الكرة عن طريق من هناك؟ عن طريق حسام للقجدار، القجدار لحسام، الكرة ما زالت بين أقدام لاعبي فريق أبو سليم. خطيرة الكرة عن طريق بوشناف، يمشي المعتصم بوشناف، لكن أقرب الدفاع يحافظ على الكرة، يبعد الخطورة في اللقطة الماضية. ترجع الكرة واحدة واثنين عن طريق دانا هيتم، فرصة خطيرة، هذه الكرة اللي ممكن تكون جول، هذه كرة الجول، ولكن ما زالت خطيرة، ممكن التسديدة على مرتين، ما زال مابوندي يحاول، كريس مابوندي في مرة أولى وثانية وثالثة، المرة الأولى تباطأ، المرة الثانية سدد، المرة الثالثة دفاع، يبعد كرة مابوندي كريس، هجمة خطيرة كانت، ممكن تشكل خطورة على مرمى الحارس حمزة البرجي. الركلة الركنية على تنفيذ مونكا، الركلة الركنية العرضية، أين الرسية والكورة؟ أين الرسية والكورة من المعتصم بوشناف فوق الحارس؟ هذه الكورة وهذه الرأسية وحيدة للمعتصم بوشناف، يسدد أو بالكورة بالرأس. زال الصراع، لم يتبقى كثير مشاهدينا الكرام على نهاية مجريات هذا الشوط الثاني وهذا اللقاء. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. ميدان يوصل الكرة باتجاه أيوب أمام فراس جمعة، فراس وأيوب، ما زالت الكرة ترجع لدفاعات فريق أبو سليم، طويلة الكرة بالرأس، يستخلصها دفاع باتجاه فراس جمعة.